ممكن يضاف للليبل الاساسي دوت هازارد ليبلز. يعني ايه؟ يعني لو جهاز ده فيه اي خطوره من اي نوع، اوكي، لازم يبقى موجود الليبل اللي بيقول لي ان هو ده ممكن يسبب كذا كذا كذا، اوكي. عامه هازاردز عموما نقدر نعرفها زي ما كنا قلنا قبل كده، ان هي death or irreversible injury، reversible injury، minor injury or discomfort. بتكلم على الكلام ده طبعا يعني سواء كان للبيشنت او لليوزر او لاي حد في الانفايرمنت اللي موجود فيها الجهاز دوت، اوكي. وعامه لازم ان احنا نستعمل الهازارد ليبلز دي to alert personnel to possible hazards that could be encountered during the use, handling, storage or repair of the device. يعني مش بس ان انا في اثناء استعماله، لا ده انا وانا بهندل الجهاز ده، انا بحركه من مكان لمكان، لو انا فرضا يعني بركبه، لو انا فرضا يعني لو هو موبايل مثلا وانا بحركه يعني وبشغله وهو بيتحرك، او انا بستور الجهاز ده في مكان، يعني لو هو ستورز في مكان هل ممكن يعمل خطر؟ هل لو انا بصلح الجهاز ده برضه هل ممكن يبقى فيه اخطار ممكن يتسبب لها الجهاز ده او يسبب فيها الجهاز ده للشخص اللي بيعمل الريبير بتاع الديفايس؟ فهنشوف مثلا ده مثال لليبل بالمنظر ده. هنلاقي مثلا ان احنا عندنا هنا مكتوب مثلا danger explosion hazard do not use in the presence of flammable anesthetics. دي مهمة جدا، يعني المفروض ان انا ما استعملش الجهاز ده في وجود يعني بعض المواد بتاعه التخدير او بعض الابخره بتاعه التخدير اللي هي ممكن تكون فلامبل، اوكي. لو انا بتكلم مثلا على هنا ريسك اوف اكسبلوجن اف يوز ان ذا بريزنس اوف فلامبل انستاتيك، نفس الكلام مكتوب هنا تاني. بتكلم برضو الجهاز ده في كوشن برضو فيدرال لو restricts this device to sale or sale by or on the order of a physician. يعني ما ينفعش ان انا الجهاز ده يعني يعني حد يشتريه او يبيعه غير الفيزيشن، يعني لازم باوردر طبيب، اوكي. دي بعض الانواع اللي هي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ان هي ممكن تورينا ان اذا كان في هازارد من نوع معين الجهاز ده ممكن يتسبب فيه، بيبقى مكتوب بوضوح الهازارد ده ايه علشان اخد بالي ان انا ما اعرضش الجهاز ده للوضع اللي ممكن ينشا فيه الهازارد ده او الهازارد ده يتسبب فيه ان هو يعمل الانجريز اللي بتكلم عليها.